السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كما عودناكم يا سادة بكل جديد في عالم السيارات، اليوم هنتكلم عن برادو تي اكس ال 26 سلندر الإصدار الجديد موديل 2021. هنتكلم على أبرز المواصفات وسعر السيارة بشكل مختصر وسريع. محرك 6 سلندر 4000 سي سي، 271 حصان، 381 نيوتن، ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك مع خاصية التحكم اليدوي، دفع رباعي خفيف تقيل، أنوار أمامية LED مع تحكم مستوى ارتفاع الإضاءة، إضاءة نهارية LED، أنوار ضباب أمامية LED، منظف للأنوار الأمامية، شبك أمامي أسود مع كروم، حامي صدام أمامي، في نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك، نظام السيطرة على الانزلاق، نظام المساعدة على صعود المرتفعات، نظام التحكم بالتوازن، جنوط 17 على 265 على 65، إشارة في المراية، عوارض سقف باللون الفضي، عتبة جانبية، نيكل على الأبواب. الإصدار الجديد في موديل 2021، حساسات خلفية، هوك سحب خلفي، كاميرا خلفية، في إطار احتياطي على الباب الخلفي، في جناح خلفي. هي أغراض السيارة كاملة، سيارة 3 مقاعد 7 ركاب. سعة خزان الوقود 150 لتر بنزين. سعة المحرك 4000 سي سي، سنة صنع 2021، دفع رباعي، كل لتر بنزين مشي السيارة 10.1، بنزين 95. طبعا في منفذ USB، شحن سريع، كيف يدوي تبريد. شوف السيارة من الداخل، نوافذ كهربائية، مقعد قماش، تحكم يدوي بمقعد السائق، مكيف اوتوماتيك، نظام الدخول الذكي، تحكم اعدادات الصوت بالدركسون، في مثبت سرعة، في ثلاجة، في شحن جوال لاسلكي، منفذ طاقة 220 فولت، وسائد هوائية للسائق والراكب، في نظام صوتي بشاشة لمس 8 بوصة مع منفذ USB مع 6 سماعات. نشغل السيارة. طبعا العداد 200، دفع رباعي مستمر، مرايات كهرباء، طبعا سعر السيارة 190 ألف ريال شامل الضريبة،
كنا تكلمنا على أبرز المواصفات وسعر السيارة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، كل ما هو جديد في عالم السيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.